يقولون كان في حرمة في بعض القرى القريبة من الرياض، امرأة كبيرة في السن وكان عندها خادمة اندونيسية. كانت هذه الخادمة تدخل أكرمكم الله إلى الحمام وتجلس فترة طويلة ثم تخرج وصدرها مليء بالماء. فاستنكرت المرأة فقالت ما بالك يا امرأة؟ قالت أنا يا ماما الآن جبت مولود صغير وجاني فرصة العمل عندكم ونحن فقراء ومحتاجين، وابني الآن عمره 3 شهور تركته وهو يرضع، فأنا كل يوم يتحجر الحليب في صدري فأضطر أني أخرج هذا الحليب وأنا قلبي مع هذا الطفل. فقالت لابنها الآن تعطيها رواتب سنة كاملة وتذهب بها إلى ابنها. هذه المرأة العجوز أصلا جابوا شغالة عندها ليل أن عندها مرض السرطان، يقسمون بالله أنه ما مضى 6 أشهر إلا وقد برئت من السرطان كله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ابذلوا الخير وأبشروا بالعطاء من الله عز وجل. الخوف، ترى الخوف من المرض، الخوف من الوقوف بين الناس، الخوف من الارتفاع في الطائرة الفوبيا هذا، الخوف من الجراثيم من بعيد، يقول الجراثيم لا تجيني، وتجده في هم وسكر الدرايش، وبعضهم يخاف على عياله، حرمة تخاف على زوجة، تخاف على أبنائها، ولا تطلعون ولا تجون وتبكي هلع. هذا ليس الخوف الطبيعي، وتحتاج إلى مثل ما قال الرقية. وترى يا الربع في كتاب الله سورة تسمى الرقية، لو ما قرأنا إلا هي لكفتنا، إنها سورة الفاتحة. ردد الفاتحة 7 11 21 مرة، ردد على عدد اللي تريد، خلها وتر 1 3 5 7 9 11، المهم أنها تصير وتر، وإن قدرت تنفت في يدك وتمسح، أو تأخذ قارورة الماء بعد الفاتحة ما تخلص ثم تنفث 3 وتشرب الماء، يلا من فضلك الله. عافية شفاء. بس ما تقرأ وانت تقول الله نقرأ نشوف إن نفعت ولا ما ضرت، لا ما هي بنافع هذه، لابد تقرأ بيقين أن القرآن شفاء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نحن نريد أن نعرف قيمة الحسنة، علشان إذا جينا نصلي مع الإمام ما نمل وننتظر، ولما نسمع الكلمة ولا المحاضرة ولا الدرس ما نمل ننتظر، ولما نفتح القرآن نقول لا خلنا نزود، قرأت 4 أوجه لا خلنا نزود وجه. لماذا؟ لأنك تعرف قيمة الحسنات التي تجلبها وتجمعها. وإذا أردت جاءك الفقير ما ترده، وإذا مرت عليك ساعة لم تذكر الله فيها تجدك تتحسر. لماذا؟ لأنك عرفت قيمة الحسنة. فما هي قيمة الحسنة؟ أتريد أن تعرف قيمة الحسنة؟ لنرحل سويا إلى موقف من مواقف يوم القيامة لكي نعرف قيمة الحسنة. الناس تمر بمراحل يوم القيامة، يمرون بالمحشر، وبعد المحشر الشفاعة، ثم العرض والحساب، ثم ميزان له كفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، ووزنه مثقاله الذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي صنعه هو الله جل جلاله، فهو قمة الإتقان. تأتي توزن أنت وأعمالك، صحائفك التي جمعتها في الدنيا، كم صحيفة جمعت في الدنيا؟ إذا كان عمرك 10 سنين اضربها في 365 يوم، هاي 3650، وعندك كل يوم صحيفتين، واحدة في الصباح وواحدة في العصر. صحائف، هل تذكرون يا أحبتي قبل 10 سنين و4 أشهر و3 أيام أين كنتم؟ ماذا قلتم؟ ماذا كتبتم؟ ما حد يذكر، لكنه كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. المهم توزن هذه الصحائف ونوزن معها، ثم بعد الميزان فريق يذهب إلى الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وفريق يذهب إلى السعير أجارنا الله وإياكم منهم. ثم يحدث أمر عجيب، ينصب بينهما حجاب، سور فاصل ما بين الجنة وما بين النار، اسمه الأعراف. يحبس عليه أقوام، يمنعون،
وهم فيه محبوسون يلتفتون إلى الجنة فيعرفون أهلها بسيماهم لكنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يتمنى يدخل بس ما يقدر يدخل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أيضا يعرفون أقواما بسيماهم، هذا فلان وهذا فلان، ولكنهم عندما يرونهم يخافون، وكيف لا يخاف وهو يرى النار يحطم بعضها بعضا، فيلجأون إلى الله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شوف الآن الخوف، شوف الألم، شوف الحسرة، وهو محبوس لا يستطيع أن يذهب إلى الجنة. كم يجلس؟ يمكن يوم، يمكن 10 أيام، يمكن 50 يوم، الله أعلم، لكن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني لو حبس 5 أيام معناه يحبس 5000 سنة. لماذا حبسوا يا كرام؟ لأنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يا الله، احنا قلنا الحسنة مثقال الذرة، صح؟ يعني يمكن لو قال سبحان الله بحمده زيادة ما وقف في هذا المطاف، يمكن لو قرأ 10 أحرف من القرآن ما وقف في هذا المطاف، يمكن لو تصدق بريال ذاك اليوم على الفقير ما وقف، يمكن لو رد السلام على اللي سلم ما وقف. شفت الحسنة؟ هذه الحسنة اللي الواحد منا تمر عليه الساعات أحيانا وهو لا يبالي. لا لا لا، الحسنة مهمة. بالنسبة للشهداء كثير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال: الحريق شهيد، والغريق شهيد، والهدم شهيد، والذي يموت بذات الجنب شهيد، وذكر مجموعة عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر بالنسبة لحوادث السيارات والله تعالى أعلم أن من مات في حادث سيارة يكون شهيدا بإذن الله. لماذا؟ لأنها في معنى الهدم، فإما أن تنقلب السيارة عليه، وإما أن يصطدم بسيارة أخرى ويموت، فيكون له حكم الهدم، حكم من مات بالهدم، فيرجى له الشهادة. نرجو أن الله تعالى يكتب الشهادة لكل من مات في حادث سيارة. دعاء كما قلنا سابقا عبادة يحبها الله عز وجل، ولذلك يطلبها من عباده دوما، ويحب من عباده العبد الملحاح الذي واصل طرق الباب، وصدقوني من واصل طرق الباب سوف يفتح له الباب يوما ما. الفضيل بن عياض يقص قصة جميلة، يقول: أنا أثر بي موقف لأم مع طفلها. يقول: كنت ذاهب إلى المسجد، وأنا في الطريق سمعت أما تضرب ابنها في الدار كأي أم، يعني الابن مشاغب ولا حاس الدنيا في البيت، فسمعتها تضربه والابن يهرب منها، الابن فتح الباب وهرب، والأم تلحقه، فلما خرج أقفلت الباب ودخلت إلى البيت. الابن صغير، يعني صغير جدا، عمره 5 سنوات وكذا. خاف الولد، أين يذهب؟ رجع إلى البيت وطرق الباب، طرق الباب وأمه لا تفتح، ويبكي ويطرق الباب ويبكي، يقول: أنا جالس أتفرج في هذا المشهد. يقول: ثم بعد ذلك الطفل غلبه البكاء ووضع خده على الباب ونام الطفل. براءة. الأم استنكرت أن الصوت وقف، خافت على ابنها، فتحت الباب وجدت ابنها نايم، أخذته وضمته إلى صدرها وقالت: يا ابني ما لك إلا أمك، أنا أمك اللي أحتويك. بدأت تتكلم معه. يقول: فقلت: سبحان الله، هذه الأم بهذه الرحمة ما تحملت أن ترى ابنها يبكي عند بابها، فضمته وأخذته، والله لو أننا واصلنا طرق باب الله لما تركنا الله، وهو الأرحم بنا من أمهاتنا. فواصل طرق الباب من خلال الدعاء، أكثر الدعاء،